ضمن عمل فرق، افتتح معرض فني لأعمال الأطفال صنعت من توالف البيئة التي تم تدويرها في صالة جمعية أصدقاء سلامية. هذا المعرض أقامته جمعية أصدقاء سلامية بحملة اسمها إيد بإيد بنعمل فرق. شارك بهذا المعرض حوالي 250 طفل. هدف النشاط هذا البيئي هو إعادة الاستخدام والتدوير، ومنه بنعمل أو بنعطي ثقافة للأطفال من إنه يصيروا يستخدموا فكرة إعادة التدوير ضمن حياتهم. الرسالة الأهم المتعلقة بهذا المعرض والهدف منه أنه اليوم الأطفال كيف فينا نحفز عندهم طاقة الخلق من أشياء إلى حد ما مهملة أو توالف بيئة ممكن يشغل عليها لتطلع بصورة ورونق جديد ومفيد. الأعمال تضمنت تحويل عبوات البلاستيك إلى مزهريات ومقالم وتحف وأشكال فنية متنوعة. المعرض كتير جيد وبيعلم الأطفال أنه الاستفادة من بالشكل الأمثل من توالف البيئة وعدم تركها أو كبها بمكانات غير مناسبة. هذا ثقافة لازم تكون موجودة عند كل الناس ونبلش ثقافة نطورها ونعلم أطفالنا على هذا الموضوع مشان يكون بالأيام مجتمعنا ذو بيئة صالحة للعيش. هذا الموضوع له شقين، شق ممكن الاستفادة من توالف البيئة وممكن الاستفادة من تنمية المواهب للأطفال. حقيقة هذا له يعني موضوع جد جميل أنه ممكن نستفيد منه بموضوع المعارض، ممكن نستفيد منه بتنمية الجمعيات الأهلية بالتعاون مع المجتمع الأهلي بهالفعاليات هي. حول من توالف البيئة إلى أشياء أنه مجسمات أشكال، بدل أن مواكب هذه المواد يشتغل منها أشكال. معرض يهدف إلى نشر ثقافة الحفاظ على البيئة لدى الأطفال وتنمية مهاراتهم البيئية والفكرية عبر صناعة أشكال جديدة من مواد تالفة وتحفيز الأطفال على الإبداع من خلال هذا النشاط.